وعايزاكم يا جماعه توصلوا امنيه القوه لمليون مشترك انتوا قدها، وبعد تكتبوا لها كلها في الكومنتات انت امنيه القوه، هنقدر نوصلك المليون مشترك. طب انت مليون الاول واحده واحده؟ لا هي مليون على طول، احنا كده على طول خلاص بقى عشان ما تزعليش، احنا توصلي المليون وخلاص. لو خيروك بجد ولا لا؟ طبعا يا جماعه انتوا كلكم طبعا حبيتوا الجزء الاول، لو خيروك مع محمد فقلت عليكم الجزء الثاني معنا. ايوه التغيير حلو ده واحمد لا برجل بجد في الالعاب، لما بتيجي على ده برجل بجد في الالعاب، العاب العاب برجل ذكي من الاسئله. بس بتحرك في اغنيتي ازاي؟ يلا تعالوا معانا نشوفوا هنبداوا ولا ايه؟ ندى انت حبيتي اسئله سهله ولا صعبه؟ لا انا مظبطاك في الاسئله دي، يعني مظبطاك. هي اطمنت، هي اطمنت خلاص. يلا بينا يلا بينا. طبعا يا جماعه انا محضره الامنيه، سهرت عليها، حضرت لها اسئله، قلت هشيبك يا امنيه 10 اسئله بس، ايه هدمرها لك يا حوت. بس على فكره يا جماعه هي ندى باينه وده كده طيبه بقى، وانت كده بقى سمعتي. بس طب اقول لكم حاجه، انتوا بتشوفوني في الحقيقه ببقى شكلي عامل ازاي، والمهم انتوا متوهين. يلا ركزي معايا، عشان كده انا عماله ادوقك عشان ما تقوليش سؤال واحد. شايفه الخلق دي كلها؟ بصي انا جعانه، يا تعزميني على الغدا دلوقتي يا تقومي تمشي لي حافيه قدام الناس دي كلها، اتصرفي. انت على الغدا ولا امشي حافيه؟ لا وعلى فكره هاخد مندي وكبسه وكشري لو في وايس كريم، حتى لو طلبت اخرج عصير معايا، بس انا اهو جزمه اهي. يلا اديني في جاري كده بالوقت ناحيه هو دي وعيله في كل الاوقات، ان هي مش قدام الترابيزه يا قلبي. اطلعي لي وانزلي، اطلعي لي وانزلي، عندها سته جديده بتاعتي. يلا شفتي جزمه جديده؟ شفتي بقى انا طبيعيه ازاي؟ هي اخت احمد صح؟ نبي لو احمد طيرني برضه هيمشي حافي. عيالتي تاخد مره؟ لا حبيبتي لحظه تلبس كوتشي، لحظه انتظروه، انتظروني بعد ما البس الجزمه. طبعا يا امنيه انا عارفه ان بابا منعك ان انت تحطي ميك اب نهائي، حبك على طبيعتك تمام؟ فانا سؤالي ليكي بقى او خياري ليكي بمعنى اصح، تحطي ميك اب ولا تغني لي اغنيه حمو بيكا؟ انا اكيد مش هحط ميك اب عشان النبي لا تحط، والنبي لا تحط، بس انا هروح احط واجب. ولا تغني لي اغنيه حبو الحمو بيكا، وعايزه صوتك من جاي لازم حمو بيكا؟ اه لازم، ده حبك ماي لاف بالفانز. انا بيكا مليان بالفانز، انا صورتي شعر عن فانز. انا عاوي مجال يا عيال، لما تشوفيك بتهز. يلا بينا، انا ميكا ماي لاف بالفانز، انا طبعا انا عارفه ان انت دمك خفيف تمام، هي تديني دلوقتي مليون جنيه وتقولي لي نكته حلوه. قولي مليون نكته. شرط يا جماعه ان انا اضحك، لو ما ضحكتش هخليها تقول واحده غيرها. اجيلك اقول لك مليار واحده. يلا اتفضلي. مليون جنيه هجيبهم منين؟ لو ما ضحكتش هتقول واحده غيرها. طب ماشي. مره كان في واحد اسمها ندى كانت واقفه بتقول لي نكته، عشان ده انت بتضحك ازاي؟ المدينه
اعديها امنيه. ماشي امنيه، انا عارفه هتاكل بقالي حلاوه ما كنتش عايزه اقعد معايا. طب يا ازاي ضحكتك من جمله صغيره مني عشان دمي خفيف بقى شربك. طب يا امنيه، لو مثلا ايه رحتي مول كبير قوي ولقيتي محل ميك اب كبير والحاجه مثلا اللي 100 جنيه بقت ب 10 جنيه، ولقيتي لبس كتير الحاجه اللي 200 جنيه بقت ب 100 جنيه، تشتري ميك اب ولا لبس؟ لبس. الميك اب ولا مش هينفعني في حاجه، هو مضر اساسا وهيديني بشرتي على الفاضي ومنها ولا استفدت منه ومنه هو ضرني كمان. اللبس هو حاجه جديده والناس بتشوفني بشكل جديد وتقليدي احسن لي طبعا. انا عايزه ميك اب. اي حد من عند امي يبقى في ميك اب. انا بحب فينك يا فلمار، فينك يا ماك، انا موجوده هنا. انا بالنسبه لي اللبس احسن يا جماعه، انا بحب اللبس جدا بعشقه بجد والله. بحب انا ماشيه في الشارع كده بالذات الحاجات البيضاء. انا ما يجيش معايا لبس بزهق منه، بس لو لقيت لبس على الشارع بحب السويت شيرت الابيض. بحب السويت شيرت الابيض. ايه يا شيخه مالك؟ عشان مش بحب احب اللي. طب بصي يا امنيه، مع الحلقه مع ندى وجوجل ميدان تاني يا جماعه. طب بصي بقى، لو خيروكي ان انت تبقي ولد كده ويبقى بايدك اللي انت تخرجي وقت ما انت عايزه وتروحي اي حته ويبقى عندك عربيه وتعرفي بنات كتير، ولا اللي انت تبقي بنوته وقاعده في البيت وقاعده كده، تختاري ايه؟ بنوته زي ما انا عايزه زي ما انا مبسوطه بحالي كده، انا راضيه بكل حاجه، انا مش عاوزه الوضع يتغير، انا مبسوطه بحياتي. ليه اغير من وضعي ليه؟ طب انا كان نفسي ابقى ولد، عشان كان نفسي اركب العربيه واقعد ازمر البنات اركب يا موزه وانا شغاله كده طول اليوم. بس يلا بقى، ما حصلش نصيب وطلعت بنت زي العسل والله. ودمك خفيف. طب استني يا امنيه عشان تليفوني اخر. بصي يا امنيه، لو خيروكي دلوقتي لقيتي قفص اسد وقال لك هو الاسد مش كبير قوي ولا صغير قوي، هي حاجه وسط كده، انت تخشي تقعدي معاه بالظبط 5 ثواني تمام، ولا تديني 1000 جنيه دلوقتي احقق بيها احلامي وطموحاتي واجيب طبق كنافه بالشوكولاته؟ تقولي معاكي؟ معاكي دي فلوس؟ لا دي حته. طب نص قومي هاتي ال 1000 جنيه. قومي هاتي ال 1000 جنيه من الامان محمود. هاتي ال 1000 جنيه والله. هي ما قلتش من ورا الكاميرا عازمني على كنافه بالشوكولاته، مش مكمله الحلقه. لا عازمك على كنافه. انا انت عاوز مش عامل تاني يا جماعه؟ خلاص اخوكي عازمني على كنافه بالشوكولاته. عازمك خلاص. انا انت عاوزين يعني مش فلوسي، لا مش فلوسي، هات 1000 جنيه. طب يا زوزو هسالك ايه بقى، اسال سؤال لزوزو بقى تمام، لو خيروكي يا زوزو تبقي غنيه ولا جميله، تختاري ايه؟ جميلة. جميلة، انت زي القمر يا زوزو اصلا. شكرا. والنبي يا عسل. طب وانت كمان يا امنية؟ نعم. انت تختاري بغنية ولا جميلة؟ هو انا جميلة. هو ايه العين اللي عندها ثقة بالزيادة دي؟ وانا كمان. طب يا روزي انت لو كنت خيرتي تبقي غنية ولا جميلة تختاري ايه؟ جميلة. انت زي العسل يا روزي. بس انا ايه يعني مثلا لو انا مثلا ايه معايا فلوس كتير شويه اجيب حاجه مصنع حاجه حلوه ومصنع نوتيلا ومصنع يا عيلتي كمان واثقه في نفسها زياده عن اللزوم انا ملاحظه كده. ايوه مصنع شيبسي ومصنع اجيب حاجه حلوه مصنع حاجه حلوه مصنع لعبه مصنع لعبه غزل فيروز والله الوحيد دي اللي فاهمني. طب اسالكم سؤال، طب اسالكم بقى سؤال، لو خيرتكوا ما بين باباكوا واخوكوا تختاروا ايه؟ انا اخوك. تختاري اخوكي؟ لو ايه انا سامي مش جايبه لها اخ بس تمام. اوكي انت زي العسل. انت يا زوزو بابا ولا اخوكي؟ اللي ثلاثة. لا انا مش عايزه الاجابات الاستقراطيه، انا عايزه اجابه صح. طب فكري قبل ما نروح لامنيه، ابوكي ولا اخوكي؟ طب انا ممكن تسالين السؤال ده؟ ابوك ولا اخوك يا ابني؟ ابويا. طب والباقي اخواتك ايه؟ بعد ابويا على طول. اقفل الكاميرا عليه، اقفل له قناتها عليه. انت عايزه الصراحه؟ طب وانت يا امنيه؟ لا انا رغم الاثنين نفس الحب. مش عايزه اجابات استقراطيه. لا طب اقول لك على حاجه، استنى استنى. امنيه فتح الله ولا ابوك يا امنيه؟ فتح الله ولا ابوك؟ مع اخويا انا بحبه وبابا بيجيب لي كل حاجه و خلاص نفس البيت. Yeah.
طب بصي يا امنيه، طب انا ده ممكن بعد قبل ما تسالي قبل ما تسالي السؤال ده تغني معايا اغنيه برنس مصر؟ لا حاضر، خلصوا فكرتنا تبقى تعالى. برنس مصر دي كسر كسر كسر، غني معايا برنس مصر عشان موجود، برنس مصر ملوش حدود، برنس مصر مكمل عشانكو، برنس مصر الناس عايزاه، برنس مصر بيجي في الجو، برنس مصر هو العو غزل دي مراتي يا حبيبه قلبي. ولا ايه؟ انا الاولى. انت الثانيه؟ لا يا حبيبي انا الاولى ولا لا؟ أمنية الأولى والأخيرة. يا جماعة بقى أنا عايزة أسألكم سؤال، آخر سؤال في الحلقة معانا النهاردة. تمام. لو خيرتكم إن أنتوا تاكلوا أكل صحي وتفضلوا لحد 70 سنة شباب زي ما أنتوا، ولا تاكلوا أكل غير صحي وتعجزوا بدري على سن ال 30؟ أنا هاكل صحي. لا طبعا صحي عشان جسمي شديد، وطبعا والله كداب. انا لو جبت لها باخد شوكولاته على الفرن. لا 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 ندى طبعا جايبه لي اسئله صعبه جدا. يا جماعه لو عجبتكم الحلقه بتاعتي استنوني كل يوم الساعه 8 مع امنيه كوة. طبعا ندى ما فيش اشر منها. طب انا كان اسئلتي خفيفه ولا لا؟ خفيفه صح؟ خلاص اكتبونا في الكومنتات اسئلتي كانت حلوه ولا لا، ولو حلوه ظبطوني بقى لايكات وسبسكرايب. بالنسبه لكم اكتر سؤال صعب ايه هو؟ ايوه برضو اكتبوا لي في الكومنتات الاسئله اللي سالتها الامنيه دي كلها، لو انتم مكانها هتختاروا ايه؟ اكتبوا كل واحد اختياراتكم في الكومنتات وانا هشوفها كلها، شوف رد فعلك شبهنا ولا لا. طبعا يا جماعه تكون دي نهايه الفيديو، وقبل ما انهي الفيديو شوف القناه وعايز الرجال تنتج كتير لغايه اكتر وصلوا امنيه القوه للمليون. باي باي.